يعني شوف انا انصحك انك لا تلف اللوحه، نصيحه مني لا تلفها عزيزي، انت مع نفسك لا لا, لا تلف اللوحه، لا تلف اللوحه. اوه ماي جاد، انا حذرتك يا عزيزي، انا حذرتك والله يا جماعه الخير. فبكل اختصار مقطع اليوم يا جماعه راح يكون عباره عن رده فعلي على تجربتكم للعبه اللي نزلناها على ستيم. طبعا اي نعم، واخيرا لعبتنا اصبحت موجوده على ستيم بعنوان انذر هوب يا جماعه. هذا الشخص بالامس استكشفت بالصدفه شاري اللعبه، قاعد عم اجربها، هو شخص اسباني تماما يا جماعه الخير، فصراحه شد انتباهي بشكل مو طبيعي، وقلت لما لا اسوي لكم رده فعل عن كل شيء حرفيا صار بالفتره الاخيره. راح نشوف بعد قليل مقاطع جدا كثيره عليكم انتم لما جربتوا اللعبه يا جماعه الخير. فيا جماعه شكرا لكل شخص جرب اللعبه وعطى تجربته على اليوتيوب. الان راح اعرض بعض اللقطات طبعا، ليتس جو نبدا، وخليني افرجيكم هذا الشخص ايش صار فيه بعد هاي اللقطه يا جماعه. صار حرفيا يلعب اللعبه، هو مسوي بهذا الشكل يا جماعه، يلعب اللعبه بهذا الشكل ما يناظر. شوف شوف بلا بلا، شوف اللقطات يا جماعه، شوف 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 يا جماعه، شوف شوف صار يخاف يطلع له اي شيء. سببت له يا جماعه قلق وازمه نفسيه، وهذا فكره اللعبه كانت بكل اختصار، يعني لانك محشور داخل غرفه، مو بس كذا يعني ما فيك تطلع، ما في باب، ما في اي شيء، فحرفيا راح يصير معك يعني لحظات مرعبه بشكل مو طبيعي لانك محشور بهذا المكان. شوف كيف جالس يلعب، يغمض عينه ويلعب صار يا جماعه. اوه ماي جاد، خليني افرجيكم اللحظات المرعبه الاكثر اللي صارت، وهذه اللحظات راح نعتمدها بمقاطع ثانيه يعني. اوكي شوف شوف جالس يقول لك كان في واحد وراي، ما راح يلف وراي، ما راح يلف وراي، طبعا يتكلم اسمه يا جماعه الخير. شي 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 يقول لك بلا بلا بلا، في حد يناظر وراي الان. اوكي شوف كيف جالس يلعب، يغمض عينه بكل اللحظات، مش طبيعي البني ادم هذا. راح اشرح لكم بالاخير طبعا ايش كان انطباعه عن اللعبه يا جماعه. اوكي نشوف بعدين. شوف شوف لها اللحظه، شوف لها اللحظه بالله عليك، شوف اللحظه، شوف شوف اسمع شوف. I need to do something else. شوف كيف رد فعله، على طول. Thanks Mario, thanks for your help. طبعا هنا يا جماعة الخير كان في باريو جالس على البث ينصحه ايش يسوي ما يسوي، بدون ما هذا يعرف انه باريو كان واحد من الاشخاص اللي مسويين اللعبة طبعا يا جماعة، فكان جالس يعطيه نصائح وهذا الشكل انه عشان يعرف ويسرع باللعبة اكثر يعني، لان اللعبة ممكن تطول اذا ما كنت فاهم هالفكرة يعني. اوكي فيب حرفيا جلس ساعة ما يتكلم ولا كلمة يا جماعة بالمايك ابدا، هذه كانت الفكرة طبعا. ولكن ايش بصير اذا في حال فجأة على غفلة يطلع لك هذاك شيء؟ شوف هو الان حرك نفسه فاجباري يصير في اشياء، لك ما سويت شيء بس البار طلع، نحن كلنا شفنا البار يا جماعة، يقول لك انا راح اسكت ما راح اتكلم. هنا ادرك حمدون انه جاب العيد يا جماعة. عارفين كل لعبة يا جماعة جالس يلعب هو متمسك بنفسه ما في يلعب، خلاص متحفظ بالله ما بده يلعب الاخ خلاص. اوه ماي جاد. هنا طبعا يا جماعة كان في بالموضوع فخ شويتين يعني، لاحظوا الان لحظة ايش جالس يسوي، شوف ما صار يلعب يا جماعة. يا جماعة ما عم يلعب، شوف 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 بيرتعب من ابسط الاشياء. من ابسط الاشياء بيرتعب. هو الان الحمد لله الموضوع خلص، الموضوع مرتاح، راح تشوفوا لقطة زاك بعد شوي على هي اللحظة كانت اسطورية يا جماعة الخير. شوف 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 ايش راح يصير فيه. اوه ماي جاد، انا بدا يسبسب شوي معنا يا جماعه، الله يسامحه يعني، ما ادري ايش قال، جالس يخبص بالتحديد وساق معنا يا جماعه. المهم يا جماعه الفكره انه نحن اشتغلنا على الجامب سكيرز بحيث انه يرعبك بشكل مو طبيعي وما يكون عباره عن جامب سكيرز خفيف لطيف، ممكن يكون في شيء خفيف مثل اللي شفناه بس راح يكون في شيء جدا اقوى بكثير يعني. اوكي فيب هذه كانت رده فعل اغلب الاشياء. فبالنهايه يا جماعه الخير بتنادي لكم باري دخل معنا حديث، كنا جالسين انا وباري بنفس الوقت، فباري كان يسال اسئله فعطى رايه يا جماعه بكل اختصار، حتى راح كتب على ستيم بدون ما يعرف ابدا انه نحن من الاشخاص اللي مسويين اللعبه، ما كان يعرف، كنا جالسين نسال اسئله اسطوريه، انه ايش رايك باللعبه؟ هل عجبتك اللعبه؟ يا جماعه احذروا ايش قال هذا الشخص، من كثر ما انا اسطوري يا جماعه، انا اول مره بلعب لعبه فريده مثل هذه بعمري ما لعبتها، صراحه الجمب سكيرز اللي فيها بتفوز بشكل مو طبيعي لانها خوفتني، وانا شخص ما بحب العاب الرعب ابدا، مع هيك عجبتني اللعبه، وكتب تعليق بالاسباني للعبه عم ينصح الجمهور الاسباني يجربها، يعني تخيلوا معنا لوين يا جماعه، والله مو طبيعي والله. خلينا نشوف اللقطات الباقيه يا جماعه، ليتس جو، والله ديما هذا الانسان اسطوري. وفي عندكم هذا الشخص ايضا يا جماعه جالس يسوي طقوس غريبه عجيبة. والله مجرب اللعبه تبعنا ما اعرف شو كان يحس بالتحديد بين ادم هذا، بس والله يعطيك العافيه، ثانك يو مان فور تيستينج اوت ذا جيم. ولكن ما ادري ما تفهم على شيء، مشغل اغاني هالوين، مشغل اشياء، جالس يلعب والله، وشوف فجاه يصور لك صور ينشرها على الانستغرام، ينزل ستوري، ما اعرف شو يصير معه. شوف الان الشاشه يا جماعه، هذه كانت واحده من الثغرات اللي ما حد انتبه لها. بالمناسبه طبعا في عندكم اسرار باللعبه كانت موجوده ما حد انتبه لها، يمكن في ناس انتبهت يمكن لا، راح اشرحها على قناتي الثانيه يا جماعه، اسرار كامله باللعبه مثل هذه الشاشه لما تطلع لك الصوره، ثلاث ارباع الشعب اللي جربها ما شاف الصوره هي، هذا الشيء كان يعني عادي لان اول ما طلع فيها تختفي مباشره، ففي اشياء كثيره كانت هذه الناحيه موجوده وما حد انتبه لها. اوكي ذاك راح اشوفها بمقطع كامل بعدين يعني. جالس يلعب كل شوي يشوف جواله، نرفزني، رفع ضغطي بشكل، انا بس كنت اشوف رد فعله على الاشياء، وبلا شوفوا لي كيف رد فعله بالاخير على مثلا اللوحه، تعال شوف اللوحه كيف كانت رد فعله، هذه رد فعله على اللوحه يا جماعه كانت، بلا شوفوا لي بس الموسيقى كيف، ها لفها مره بس، اوكي ما انا زبره، المفروض يلفها مرتين، المفروض يلفها ثلاث مرات، لفها كمان عزيزي، معقوله بس لفها مره هذا ما انتبه انه يلفها مرتين، لا كذب والله بيلفها بيلفها، يب شباب ها
يعني يعني شباب ايش كمل حياته نظامي اوكي جامب سكير كمل عادي اصلا من زين الاغلي مشغله يعني اكيد ما راح تسمع شيء من الاغلي اللي مشغله بالخلفيه يا جماعه عم شغل الديسكو الاخ عادمير ضل بهذا الشكل كل شوي يشرد كل شوي يروح يدخل تحت البي سي يطلع فوق البي سي بس انه كل شيء يسويه الا انه يجرب يلعب نظامي يعني بالاخر راح اعطاها تقييم حلو عجبته برغم كل شيء شفناه يا جماعه انا استغربت فتح ستيم كذا تعليق حلو طلع بس قال لك يا حبيبي انا جربت لعبه خلاص مع السلامه باي باي تحس مدفوع له مصاري عشان بس يدخل يلعب لعبه شوف كل الوقت على تليفونه ما بعرف شو كان يحس يعني في لعبه نزلت بنفس التوقيت اللي كان فيه الهالوين ففي كثير ستريمرين مثل هذا الشخص كانوا يدورون العاب نازل نفس اليوم عشان يجربوها لان باعتقادهم لازم يلعبوا العاب الهالوين هم يعني اوكي فهيدي واحده كانت من الالعاب اللي نزلت بالهالوين لذلك يعني فاهم الفكره طيب اذا رحنا الان اليوتيوب وكتبنا يا جماعه الخير انذر هوب ممكن ايش راح يطلع لنا مقطع زاك الاسطور طبعا في اول شخص نزل مقطع عن اللعبه اللي كان المنتج تبع يا جماعه اللي هو هذا الشخص اوكي هذا الشخص هو اللي منتج كل مقاطع راح تلاحظون اصلا اسلوب المونتاج هو نفس الشيء اسلوب اللي موجود فكفو والله محمد ما قصرت صراحه انا شوف شوف يا جماعه الخير رد فعل محمد على اللقطات المرعبه ليتس جو طبعا فيكم تشوفون هذه المقاطع كلها راح تكون موجوده باليوتيوب يعني شوفوها يا جماعه اكتبوا هذا وشوفوه كامل انا ما راح اعرض كل اللقطات ولكن بس راح نشوف اللقطات الاسطوريه اوكي شوف رد فعل يا جماعه شوف رد فعل اوه اللوحه انا اكثر شيء اتحمست هاي اللوحه مو طبيعي كم ناس وقعت بالفخ مو طبيعي شوف راح تشوفون بعض الاشخاص عندهم الفخ هذا باللون الاحمر بعض الاشخاص باللون الابيض والسبب انه انا عدلتها بعدين لان كان في خطا بسيط تم تعديله على السريع لما نزلت اللعبه يا جماعه اوكي بدي اشوف يا جماعه رد فعل على التابوت والله لان هذه الاساسيات اللعبه الجمب سكير الاساسيه صايرين بهذه الاماكن يعني شوفوا لي لحظه التابوت يا جماعه شوف كيف خاب شوف كيف خاب بلاش شوف كيف هاي الله الشيخ ترى اللي ما يعرف شوف سبحان الله يا جماعه محمد هو من الاشخاص اللي انا اخترته ممنتج فقط على مقطع لما برمجت لعبه البينجوين او لعبه البطاريق كان مصور عنها رده فعل عجبني اسلوب المونتاج تواصلت معه الخاص صار المنتج تبعي يا جماعه صار يمكن تقريبا اكثر من 7 8 شهور يشتغل معي يا جماعه اوكي فسبحان الله شوف مقطع بسيط خلاني انجز بسرعه واجيبه بس تلقيه اقول اسمع لا تسوي فيها يعني والله مونتاج مضحك والله بسم الله مونتاج اسطوري بس ما يعرف شو راح يجي هذا جزء من الفخ يعني شوف يا جماعه شوف بلا شوف محمد شو اسوي السلام عليكم القلب ودع الملاعب باي باي مع السلامه مو طبيعي والله شباب والله مو طبيعي يعني الله كفو شكرا لك يا محمد على تجربتك اللعبه الصراحه والله انك اسطوري يعني يا جماعه زاك من الاشخاص اللي كانت صراحه بدون اي منازع هو اكثر شخص كانت رده فعله جدا اسطوريه على لقطات الرعب تعالوا شوفوا معي رد فعل زاك على كل لقطه رعب راح تشوفون كيف مو طبيعي يا جماعه مو طبيعي والله عن جد انا حبيت لقطات رد فعل فيه كثير والله يا جماعه احلى شيء انه لاحظوا الان كان حاطط نبضات القلب عنده هنا في جهاز استشعار اتوقع كان نبضات قلبه ما ادري اذا حاطه بيده ولا كان حاطه بمكان ما ادري المهم يعني فهذا الجهاز بيستشعر نبضات القلب بيحطه على الشاشه مباشره عن طريق الاو بي اس او شيء من هذا القمد فايب شوف كيف بيرش على لوحه شوف اسمع 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 رد فعله مو طبيعي والله صراحه كان زاك من اول الاشخاص اللي بث عن اللعبه حرفيا اول شخص بالعالم جرب اللعبه اتوقع لما نزلت يعني اوكي فورا بث كان على البث انا شفت على البث اللقطه لاحظوا الان دقات القلب كيف عنده ارتفعت يا جماعه الى قام ارتعب عادي جدا زاك والله انا اشوفك خابرك يا زاك انا زاك مرعوب مفكر لعبه كيوت عالم تيلي تابيز مدري ايش غرفه شو راح يصير معي يعني على طول طبعا كامل مقطع حتشوفون عند زاك يا جماعه ما راح اوريكم كامل اللقطات ولكن انا بس يهمني اوريكم بعض اللقطات المرعبه اللي صراحه دخلت مخي كثير والله انا في كثير طاحوا بالفخ بشكل مو طبيعي اوكي اللعبه عم تعلمني سكر بابك اي ايش صار معك زاك دير بالك يا زاك والله مفكر انك خلص انا قلت لك استمع جيدا انا بس انا حسيت انه ما في انا ما فيك تكذب فيك تكذب على الكل بس ما فيك تكذب على هذا الرقم شوف شوف والله ارتفع معه وصل ل 110 اتوقع انتم مفكرين انه يخاف من هيك العاب احلى لقطه حتشوفون الان بين كل لقطات ردات الفعل مشموله الى الان شوف انا ما اشوف ركزوا كويس باللقطه هاي اوكي هلا هيك ماشي حالكم شوفوا هيك جمب سكير حرفيا الشيء اللي كنت مستنيه من الناس كلها يعني خلص خلصنا هنا ريلاكس انه ما في عياط في ناس فكر في اللعبه اونلاين ان انا سويت ضغط زر فجاه طلع له جمب سكير والله ان احلى لقطه بين كل اللقطات مو طبيعي كيف قراها شلون قراها لسه بعد عم بقول مستحيل يطلع الجمب سكير هذا احلى شيء شوف كم نبضات قلب طلعت شوف كم طلعت يا جماعه والله مضحك مستحيل لك هاي الشيء الاسطوري 111 والله 112 لا 113 روح شد جارث
فصراحه رده فعل زاك كانت بتفوز. ويعطيك الف عافيه زاك، والله انك ما قصرت على تجربه اللعبه. يعني انا استمتعت كثير عم بحضر مقطع زاك صراحه يا جماعه، اللي حاب يحضر المقطع موجود هنا باليوتيوب يعني. اوكي، واحد من الاشخاص صراحه اللي رده فعله كانت كمان مضحكه بشكل مو طبيعي. كنت جالس اتمرن بالنادي وكان فاتح بث هذا الشخص، كنت عم بحضر البث تبعك ترى عزيزي اللي اسمك بومر زد، كنت عم بحضر البث اللي عندك. ها مو لان المنتج بعث لي المقطع اللي شوف في واحد عم يبث يعني ماذا الكورة حقتي لا ضحت فيها. والله العظيم إذا هذا الشخص بيستمر راح يوصل لمكان جدا بعيد باليوتيوب يا جماعة. هاي أنا أبشركم يا جماعة الخير، والله العظيم يستاهل الدعم ترى والله. واحد اسمه ماماركوس. ماماركو خربتها، كاتب مبكال هنا. اوكي جالسين نسوي على حال. يا حبيبي بدأنا بس يا عمر الله يسامحك عمر، مامكال وعمر كاتبها مامكال وتقول ماماركو ليش؟ غرفتي أمان. اوكي بدأنا نشوف الأمان. اوكي فجرناها، الحين راح يطلع الوحش. شوف رد فعله بالعكس، شوف رد فعله، شوف شوف شوف. عجبت حر. شوف رد فعله لما بيصير. فجأة دق الباب. من اللوحة. مو طبيعي الإنسان، مو طبيعي. إسلام. والله مو طبيعي. في لوحة. جالس يرقص، صار يرقص في مكانه، مو طبيعي رد فعله والله العظيم مو طبيعي. قال 10 مرات. إيش الهدية؟ رد فعله كلها مضحكة ترى يا جماعة، اللي بيتابع مقطع والله راح يضحك كثير صراحة يعني. عجبت يا سلام هدية، ما هي هدية، ما حد فهم فكرة الهدية. الهدية هي البالون نفسه يا جماعة، لما يعطيك بالون هذا هي الهدية، واضحة واضحة. أنا كان في لقطة استمع إلى الحائط جيدة. يا معفن يا غصنا يا أخي، طلع برا اللعبة كلها، دخلنا السينما، دخلنا السينما. منو شوف رد فعل يا معفن يا غصنا يا أخي، صار معه عقدة نفسية وقاعد عم يلعبها، والله يا جماعة الخير رد فعل كان حرفيا كل شوي يطير من الكرسي، يطير ويرجع مكانه، ما بعرف شو اللي كان يصير معه صراحة. دخلنا السينما. عمر طول بالك يا عمر، والله مو مستاهل يا عمر. لقطة التابوت، قال لك اوكي خلاص انتهت بس خلاص. ابغى فلاش النور عشان اشوف الجثة، قبري يا ابن ابي طب اسمع والله مرارة. المشكلة يا جماعة اسمع هذا واحد من الأشخاص اللي انتبهت، والله العظيم هو الوحيد اللي تقريبا فهم الفكرة الصح بدون ما ينتبه، يعني هو الوحيد اللي كان يقول انا بس بدي اطلع من هنا خلاص، ما بدي اكمل، بس خلصوا خلوني اخلص، ايمت راح تنتهي اللعبه، ايمت راح تنتهي اللعبه، كل شوي كان يسال حل بس بدي اخلص من اللعبه، خليها تنتهي اللعبه. هذه كانت فكره اللعبه ترى، والله انك تسال نفسك متى راح تنتهي. اوكي بما انه اللعبه قصيره شويتين، هي ما انها طويله كثير، لو تلعبها بنص ساعه تقريبا يعني، ولكن بنفس الوقت انت وشطارتك تهرب منها بسرعه ولا تضبط بهذا المكان عالق. هذه ترى كانت من الوصف تبع اللعبه، هل تقدر تطلع ولا تقدر تضلك نفس مكانك، ولا راح تضلك نفس مكانك يعني. اتوقع هو الوحيد اللي كان دائما يطلب انه يطلع خلاص، بده يطلع بده يطلع بده يطلع لازم، وانت ما تنهيها ما تنهيها، كان دائما يقول هذا الكلام. فكفو عليك والله انك فهمت اللعبه صح. انا شوف رد فعل يا جماعه السكوت هنا. انا كنت حاط نظام المايك يا جماعه هنا طبعا، فيعتمد على المايك تبعك، كل ما تتكلم كل ما بصير شيء في الغرفه. مثل هذا الشيء، شوف كان عم يتفلسف، طلع البار العالي طاح التلفاز، كل شوي راح يطيح له اشياء شيئا فشيئا. انا عم يتفلسف، مسوي نفسه بطل، شوف 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 يسوي نفسه بطل، يلا تفلسف خربت. عادي يا اخي، كنت احسبهم كذابين والله. الى الكذابين ما بصير شيء يعني، نحكي عادي، انا اعطيتك فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه خلاص يعني. طبعا كان في باللعبه مثل الجرين لايت يا جماعه الخير، جرين لايت ريد لايت، في ناس فهموه من اول مره، في ناس عانوا فيها كثير يعني، فما ادري على حسب كل شخص كيف كان يشوفها من منظوره يعني. اوكي يعني حبينا نذكركم بسكويد جيم اللي انا ما حضرته اصلا ابدا يعني، بس عجبتني هذه الفعاليه فيها. ويا جماعة أيضا عندنا عيسى جرب اللعبة، طبعا عيسى 400 كفو عليك عيسى، وربي رد فعله ضحكتني كثير صراحة يعني. ما قدرت ما أشوف المقطع، أنا شفت المقطع بالكامل، أنا آسف يا جماعة ولكن حرقت نفسي، بعرف معنى أوكي معنى. أتوقع عيسى الوحيد يا جماعة اللي بقي هادي ومركز بصميم اللعبة، لاحظت البقية كانوا يطلعوا كانوا يتحدثوا يمين يتحدثوا يسار، ممكن ينسوا شويتين فكرة اللعبة وبعدين يرجعوا لها من جديد، بس عيسى ظل مركز وصامل باللعبة يعني. ما ادري شوف شو شايفين؟ كان يهتم لدق تفاصيل، في صوت غريب ايش هيصير؟ المهم هي اوكي، في ناس جربوها مثلا كانوا شوي يشردوا بالافكار، بس هو ظل مركز باللعبة، هذا الشيء كان حلو يعني. اللقطة هذي ضحكتني بشكل مو طبيعي يا جماعة، بالله العظيم ايش بقول انا عيسى؟ في فار في فار يا جماعة هذه الدرجة صرصور كبير عشان شافوا عيسى فار، عيسى هذا صرصور ترى ما هو فار يعني، بسمع لنا والله تفهمك صرصور كبير صراحة يعني. محمود ما اتفقنا كذي. انا اتوقع انه عيسى والله اعلم يا جماعه انه يحب العاب رعب يشوفها بس ما يحب يلعبها كثير يعني. اوكي فيعني رده فعله بتشهد على هذا الشيء، انه من ناحيه ارتعب بس مو مبين هذا الشيء كويس، فاهمين الفكره يعني. اوكي وصلتكم الفكره اتوقع يعني، بس هو مرتعب، شوفوا رده فعله واضح انه مرتعب بشكل مو طبيعي مرتعب. هذا يعتمد على السؤال اللي قبله. احلى لقطه يا جماعه حرفيا مقطع عيسى، شوف اللقطه هي لما شاف واحد ورا
بوم جاك واحد وراك. شوف شوف هناك شايب. وين وين ما في ما في وين ما في والله واحد بس. لا ما في ما شفنا ما حد حد شاف يا جماعه ما حد شاف ما في حد. لا يا عيسى لازم تحط. لا والله يب شفت واحد واقف قدام. لا عيسى لا والله شفت. لا ترى تلعب نفسيتك ترى جد يا جماعه لسه تلعب نفسي يعني. شوف هل شفت حد وراك؟ هل انت خائف؟ هل كان في شيء تحت السرير؟ هل 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 شايفين يعني هل الاشياء لا تصير هي بهذا القبيل؟ اهم شيء لما تجربوا اللعبه يا جماعه خلي السماعه براسكم يعني وخلي الغرفه معتمه شويتين وخليك اجواءك بينك بنفس لا تخلي حد معك يعني اوكي عشان تفوت بالجو اكثر. والله ان اللعبه تلعب بالاعصاب. ها شايفين هنا كانت رد فعلي سياب. انا افكر من اللوحه اوكي صار في مو اللوحه كانت الايفنت كان من مكان ثاني بس اوكي ما علينا. حتى اللاعب بنفسه صار فيه مع ضغط طيب نفسه جالس يرش. يا جماعه لقطه التابوت هذه يا جماعه اللقطه المنتظره التابوت. والله في حد ميت اي في حد ميت يا شباب طبعا اكيد طبعا بس ما عندي الفلاش لايت حتى. لازم تشوف التابوت عشان تخلص اللعبه لازم. احلى شيء يا جماعه لحظه عيسى لحظه ايش يسوي؟ جالس يدير وجهه يا جماعه عيسى. حتى عيسى جالس يدير وجهه. حسيت اوب 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 عيسى هي اللقطه اللي دائما ما حد يستناها ابدا. فكر انه حيصير شيء. طيب ليش الخرشات كذا بتش ليش؟ انا بشرح لك ليش. طبعا في سبب يا جماعه. طبعا الخرشات كل ما تكمل اكثر حتكثر اكثر والسبب انا شارحه بالديسكربشن تبع اللعبه على ستيم. يعني اذا حتروحون على صفحه اللعبه راح تنزلون لتحت يا جماعه راح تلاحظون هنا بالديسكربشن كاتبين انت وجالس تمشي اكثر اكثر بالمكان المحشور فيه راح يصير في عندك اشياء هلوسه راح تهلوس فيها اوكي لانك بغرفه مغلقه نوعا ما يعني فبين الحقيقه والوهم في عندك نوعا ما يعني حاجز اسطوري يعني اوكي يعني راح تشوف اشياء انت ما ممكن انك تخيلك تشوفها وهذا الشيء بيكتر اكثر واكثر مع الوقت لانك محشور مو عارف تطلع من هذا المكان. هذه فكره الخرشات كانت فكره تبع حرفين بهذا الشكل. حتى الصور لها معنى خاص راح اشرحه بقناه ثانيه بدها وقت يعني اوكي يا جماعه. لا في قصه باللعبه ترى يعني. ويرمي لي اجزاء. شوف يرمي لي اجزاء. عيسى عم يحكي عادي. شوف شو عم يحكي عادي. كل شيء قاعد يطيح يتكسر التلفزيون كل شيء. عيسى انت عم تحكي عادي عيسى ما دخلنا خلاص عاد خلاص خلاص والله والله خلاص انا اسف خلاص عيسى والله اني اسف خلاص اللعبه جربتها استمتعت. في عندنا هذا يا جماعه الخير شخص اسمه كيو ام صراحه اول مره اشوف هذا المقطع انا الى الان ما شفت هذا المقطع ترى هي اول مره والله. كفو عليك يا كيو ام على تجربتك اللعبه يعني. اليوم راح تكون لعبتنا لعبه رعب من كالو. كفو والله فصص صح يعطيك العافيه الله الله عليك يا مدير الله واخيرا واخيرا وشكرا تحياتي لك والله انك اسطورتي والله وربي يعطيك الف عافيه اقسم بالله انك اسطوره. ليش ما ضغط على اللوحه؟ اضغط على اللوحه كفو مره ثانيه بس اي ملف لا اللي راحت عليك اللوحه بدي ارجع هاي زي ما اوكي اوكي فتح والله اوكي اوكي جي جي يا حبيبي جي جي بس معقول في وقت ثاني؟ يا جماعه هذا السر من الاسرار اللي بشرحه بمقطع هذاك. الساعه هذه نفسها ساعتكم بالواقع. اي نعم والله العظيم اذا تلعب اللعبه ساعتك هذه ساعتك بالواقع يعني. هو كان جاي يصور هذا المقطع والساعه 9:30 بالليل الصبح ما اعرف بس كانت 9:30 يعني. واتحداك ما يكون هذا الكلام صح واثبت للجميع بالديسكربشن يعني. اللي عنده اللعبه يفوت ويشوف ترى الساعه بالحقيقه هذه. والفكره انك تصفن بالساعه وتشوفها وبصفنتك لهذه الساعه راح تخرب الساعه اكثر واكثر بالاخر راح يطلع لك واحد امامك لانك عم تعمل فوكس على الساعه نوعا ما كثير يعني اوكي. فايب عشان تلعب نفسيتك ممنوع انت تشوف الوقت. انت مصدر الوقت ممنوع تسال عنه ابدا. انت بغرفه محشوره هذه الفكره. هذه سر من الاسرار. ديروا بالكم هي الساعه نفسها بالحقيقه بس يعني. اللهم اني بلغت يا جماعه. لقطه التابوت يا جماعه لقطه التابوت. خلينا نشوف. غطى يده غطى يده كأنه في حدا. اوكي الساعة شوهتها لسه بشوف الساعة. شوف شفتوا الساعة كيف كانت كيف صارت يا جماعة. الشاعة شوفوا لي شكل الساعة كيف صار حرفيا فحمت معنا يعني خربت كليا يعني اتلفت يا جماعة. تعال شوف ردة فعله كيف كانت على اللعبة بالنهاية ترى راح يترك ردة فعله ولا لا. اتمنى يا جماعة من كل شخص بيجرب اللعبة يترك ريفيو على ستيم. هذا الشيء بيساعدنا اللعبة تطلع أكثر وأكثر يعني. فشكرا لكم والله يا جماعة ما بتقصروا بس يعني اتركوا التقييم حلو على ستيم يعني بيساعدنا هذا الشيء أوكي ما راح تخسر شيء كل ثانية دايم بتوقيتك يعني. أوكي نايس. كنت بتمنى يكون يعطيني ردة فعله يا جماعة بس ما أعطانا أوكي معنا مو مشكلة خلاص إيزي جي جي يعني. فيا جماعة هذه كانت بكل اختصار ردة فعلي على بعض مقاطعكم. طبعا لسه في أكثر من مقطع للأمانة ما فيني أحط كل شيء بمقطع واحد. في بعض الناس كمان أيضا صوروا عنها فراح أسوي ممكن جزء آخر إذا حابين هذه الفكرة عشان لسه في ناس كثيرة. والإيل الآن حاب يجرب اللعبة أيضا فيك تصور عنها وتنزلها بالمقطع علشان نوعا ما إذا في حال شفتها يعني. والله ترى أنا بشوف كل المقاطع يا جماعة حرفيا أنا أستمتع جدا وأنا أشوف ردة فعلكم. واللي حاب يسوي منشن على الإنستغرام راح أصور لك الستوري وراح أنزله عندي أيضا يا جماعة. الناس عم تجرب لعبة يعني مثل ما شايفين هذا الشخص يا جماعة تخيل بضل بجرب ألعابها. بجرب لعبة كثير. Another ho.
hope. Oh my god, يا الانترودكشن الاسطوري another hope. كاتب لك it is برايس 11 دولار. سعر اللعبة ترى يا جماعة الخير 7 دولار بحسب الدولة ترى تتغير سعرها. ما دخلنا مثلا بتركيا سعر اللعبة 4 دولار بعنا مثلا سعر اللعبة 7 دولار. هنا كاتب لك بالكندي 11 دولار فهي تعتبر 7 دولار عندنا. اوكي ما دخلنا يعني هذا دولار كندي هذا. اوكي حاول تفهم alien mouth. حاول تفهم ما لفها back to the ball. ما لف اللوحة. خلاص الموضوع يا جماعة انه في ناس ايضا جربتها كانت اجانب وعجبتهم اللعبة. يعني شفنا منظور نوعا ما اسباني اجنبي عربي كوكتيل خليط بين الكل. فانا صراحة ارسلت ايميلات جدا كثيرة لكل يوتيوبرز بعرفهم. وحتى عندكم اذا تتابعون حد يوتيوبر يا جماعة اقترحوا عليه اللعبة يجربها يشوفها عنده بالقناة. فبس يعطيكم الف عافية يا جماعة. شكرا لكم. هذا كان مقطعنا بالنسبة لليوم يعني. وان شاء الله القادم افضل باذن الله. والمشاريع ما راح توقف هذا المكان نهائيا في مشروع اسطوري قادم ولكن بالمستقبل. ما راح اتكلم عن اي شيء الان. يعطيكم الف عافية. السلام عليكم يا جماعة. في امان الله.